مصدق، لك ما مصدق، رح يدفعوا لنا مبلغ لا كبير. لا تفرح لبعد العرس. المهم رح يدفعوا لنا. ما عرفتكم شو هالنشاط هاد؟ مجد جايينا شغل كتير حلو. شو هالشغل لحتى جانين كل هالقد؟ من شوي اجى شخص لعنا وطلب منا نعزف عرس. اذا بتسمع بالمبلغ اللي دافعينه رح تتفاجأ، والليله ما عنا شغل. ما بغني بعرس. مجد هاني، إذا كنت جاي تقنعني رح تتعذب على الفاضي. أنا ما بغني بأعراس. فهمنا، لا تعصب، ما رح أجبرك على شي، بس على القليل اسمعني شو بدي أحكي. ليك شيلك مني أنا، بس هالشباب من أيام المدرسة واقفين معك. لما عزفتوا ببلاش كانوا معك، ولما صرتوا تاخدوا مصاري ضلوا معك. في عندهم التزامات والكل عم يركض ورا المصاري. إجت الفرصة لترد لهم المعروف، شو بيصر لك يعني؟ يلا قلن يجهزوا حالهم. يلا يلا. كتير منيح. انت صرت منيح؟ هاي منيح. جايين فورا. كاتب العدل بعد شوي رح يوصل، وحقي بيك كمان رح يوصل. فردي وشك شوي، ما فيك تبتسمي ولو شوي؟ ها؟ ما حلو يشوفك بهالحالة. بنتي نهال، حقي بيك طالعني من ورطة كبيرة وكنا رح نتبهدل منها. الزلمة وفالي ديوني وعطاني زيادة، بس من مقابل وقعك على سندات، لأنه بيعرف أنك ما بتقدر توفيهم. مسكك من الإيد اللي بتوجعك. الزلمة عجبتي كتير يا بنتي، ولما ما قبلتي فيه جن جنانه، وحط رجاله كمان مشان يراقبوني. بس تتجوزي رح يشق كل السندات. الزلمة مقتدر بنتي، رح ترتاحي عنده. رح اتزوج واخلص، شو لسه بدكم مني حاجة تنقوا؟ بس وشك ما عم يتفسر ابدا لك بنتي، شو اعمل؟ يعني قوم دقوا قرقص؟ عم تزوجوني من زلمة اكبر من ابي. يا عيني، لازمكن اي شيء؟ العروس جاهزة؟ خمس دقايق وبتجهز. اول ما بيوصل كاتب المحكمة رح اجي واخد احلى عروس بهي البلد. تمام. لك انتو ما فيكن حس، هاي غرفة عروس يا حيوان. نقلع من هون منك له. يلا نلعو لبرا. امرك يا بيك. بدكم ما تواخذونا الحيوانات، ما بتفهم طول وعرض، بس ما فيهن عقل. سامحينا بنتي. سامحينا يا بنتي. اتركوني، اطلعوا لبرا.
مرحبا. نهال مو عند شغل. مجد شو القصة؟ انتو كملوا هلا برجع. مجنون، شو اللي جابك؟ روح بسرعة. لك أنا أنت العروس. بترجاك روح، إذا شافوك رح تموت بين إيديهم. مين هدول الناس؟ استني شوي. يلا مين روح. العريس؟ نهال جبك رايح، طولي بالك. طيب ليش ما قلتي لي؟ ما كان فيني أحكي. يلا روح. ليش؟ ليش ما كان فيك تحكي؟ وهدول ليش واقفين على باب غرفتك؟ الله يخليك روح. مو هدول اللي كانوا لحينك واللي أنا تخانات معهم قدام باب النادي؟ نهال انت رح تتزوجي، بس ليش ما هيك مبسوطة؟ انا ما بدي اتزوجه. يعني اهلي غصبوك تتزوجي؟ ولهيك رجال عم بيلاحقوكي؟ نهال مالك مجبورة تتزوجي؟ بلا مجبورة. دعي معي. لوين؟ انتي لازم تهربي من هون، ما رح خليكي تتورطي بهيك ورطة. نهال ما فيني اتفرج عليكي واسكت. يلا تعي معي. يلا تعي. إذا تزوجتي رح تقضي كل عمرك تعيسة معه، لأنك أنت ما بتحبيه. إذا أجيت معك رح تتربق الدنيا فوق راسي. على الأقل رح يكون عندك أمل. قرري بسرعة. خلينا نروح بسرعة. يلا يلا. نهال وصل كاتب المحكمة، إذا جاهزة خلينا نطلع بسرعة. نهال نهال يلا بسرعة. نهال 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 كيف تتركوا وتهرب؟ شو عم تسوي يا كلاب؟ أنا بورجيكم خليتوا وتهرب حيوانات.
شوي وراجع عليك. هذا مجد، اجا المجنون. شو شبك؟ تعي إلين، جيبي لي شي فستان من فساتينك. انت مجنون، شو بدك تعمل فستاني؟ كرمال الله بلا اسئلتك هلا، جيبي لي شي فستان وبلا ما تشلقي امك علينا. ليش واقفين على الباب؟ خلصونا بقى فوتوا. انا ماشي امي. لوين؟ عندي شغل. لكن شو جابك؟ جاي اخذ شغله وبدي ارجع. ايه روحت ودفى البيت، سكروا الباب لشوف. طيب تيتا. يا الله إلين، يلا يلا يا الله منك.